السلام عليكم، أنا أحمد الإمام، وده الفيديو السابع من سلسلة كتاب Designing Data Intensive Applications. في الفيديو ده هنتكلم عن الفصل الرابع. الفصل الرابع بدأ بيتكلم عن الإيفولفابيليتي اللي اتكلمنا عنها في الفصل الأول، وهي قدرة النظام إنه يسهل عملية التغيير أو التعديل. بما إن أي أبليكيشن مع مرور الوقت هيحصل عليه تغييرات وتعديلات، سواء بفيتشر جديدة أو بتصليحات لباجز أو فيتشرز قديمة فيها مشاكل، فتركيز الفصل ده هيتكلم عن التغييرات اللي هتحصل على الداتا جوه الأبليكيشن، سواء هنضيف فيلد جديد أو هنعدل فيلد موجود أو هنحذف فيلد. حد ممكن يقول لي طب إيه المشكلة، ما إحنا على طول الأبليكيشنز بتاعنا بنعدل فيه ومفيش أي مشاكل. إيه هي المشكلة الأساسية بتاعة الفصل ده؟ الكتاب زي ما إحنا عارفين هو تركيزه على الأبليكيشنز اللي السكيل بتاعها كبير والمشاكل بتاعتها. لو أنت أب كبير ومحتاج تعمل تعديل ومحتاج تعمله ديبلوي، وفي نفس الوقت أنا مش ضامن التغيير ده ممكن يعمل مشاكل إيه، فأمن طريقة إني أرفع الكود الجديد على عدد محدد من السيرفرات هيتأثر بيها عدد محدود من اليوزرز، نجرب فيهم يعني. هو لو حصل مشكلة هنعمل رول باك، ولو تمام هنكمل الديبلويمنت على باقي السيرفرز. العملية دي اسمها رولينج أبجريد، وهي ليها أنواع مختلفة ومسميات مختلفة يعني على حسب الطريقة بتاعتها. في منها البلو جرين ديبلويمنت، وفي منها الكناري ديبلويمنت، بس ده مش موضوعنا في الفيديو ده، ممكن نبقى نتكلم عنهم بعدين. ده معناه ان هيكون عندك اكتر من فيرجن لنفس الاب، وانت محتاج القديم والجديد يفضلوا شغالين، يعني الكود بتاعك يكون كومباتبل. يعني ايه كومباتبيليتي؟ الكومباتبيليتي معناها ان الكود بتاعك يبقى متوافق، وهي بتنقسم لنوعين. اول نوع هو الباكورد كومباتبيليتي، وده معناه ان الكود الجديد يفضل شغال كويس وقادر يقرا الداتا القديمه. وتاني نوع هو الفورورد كومباتبيليتي، ومعناه ان الكود القديم ما يضربش ويفضل شغال مع اضافه او تعديل اي داتا جديده. فالباكورد كومباتبيليتي عاده اسهل انك تحققها، لان الشخص اللي عامل الكود الجديد عارف الفورمات او الشكل بتاع الداتا القديمه ايه، فيقدر يعمل لها هاندل. انما الفورورد كومباتبيليتي اصعب شويه، لانك كده كده الكود القديم هيضطر يجنور الداتا والتغييرات الجديده. ابسط حاجه وليكن هيفترض ان الفيلد اللي ما يعرفوش بنال مثلا، المهم انه ما يضربش. وعموما لو الكلام بتاعي في النقطه دي لسه مش واضح، فهو هيبان بعدين بالامثله. فاحنا هنتكلم الفصل ده عن الداتا فورماتس اللي هتقدر تساعدنا ان احنا نحل المشاكل دي. اي برنامج غالبا بيشتغل على الاقل بشكلين مختلفين للداتا. اول شكل في الميموري الداتا بتكون عباره عن اوبجكتس او استراكت او اري او ليست، وكل اشكال الداتا ستراكشر اللي احنا عارفينها، ودي بتكون اسرع حاجه ممكنه من ناحيه الاكسس. طبعا احسن طريقه في الوجود ان نقدر ابعت مثلا الداتا في صورتها اللي في الميموري لو مثلا جافا اوبجكت، وابعته لبايثون سيرفيس وتقدر تفهمها، كان هيبقى كل مشاكلنا هتتحل. فالحل اننا نشوف طريقه وصوره للداتا دي بشكل مفهوم للكل، بحيث اقدر اكتب الداتا دي في فايل او ديسك او ابعتها عن طريق النتورك، وده الشكل التاني للداتا اللي اتكلمنا عنه. فهنحتاج الداتا دي نعمل لها انكودنج، فانت هتحول الداتا اللي كانت في الميموري دي لصوره تانية، واللي هتقدر تساعدنا اننا نقدر نعدل في السكيماز بتاعت الداتا بسهوله، وفي نفس الوقت تحل مشكله الفورورد والباكورد كومباتبيليتي باننا نضيف ونعدل براحتنا، ويكون عندنا اكتر من فيرجن شغاله في نفس الوقت. انواع الداتا فورماتس اللي هنتكلم عنها الفصل ده هي الجيسون والإكسمل وبروتوكول بافر وثريفت وأفرو. لو مش عارف ايه الحاجات دي، فدي حاجة كويسة لانك هتضطر تكمل معنا الفيديو للآخر. عملية الانكودينج دي ليها اسم تاني متعرف عليه اكتر، هو السيرياليزيشن. فانا في خلال الفيديو لو قلت انكودينج او سيرياليزيشن تبقى فاهم انهم نفس المعنى. فتاني، سيرياليزيشن هي عملية تحويل الداتا ستراكشر الى بايت ستريمز بيتم حفظها على الديسك او نقلها عبر النتورك. وطبعا عملية الدي سيرياليزيشن هي العملية العكسية، هي تحويل البايت ستريم لداتا ستراكشر تاني. معظم لغات البرمجة عندها بيلت ان سبورت لعملية السيرياليزيشن دي، زي مثلا في جافا عندهم جافا سيرياليزابل، وفي روبي عندهم مارشال، وفي بايثون عندهم بيكل. وكل لغة برمجة هتلاقي جواها السيرياليزيشن لايبراري بتاعتها. رغم ان اللايبراريز دي كويسة جدا وبتقوم بالسيرياليزيشن بكفاءة، بس في مشاكل جوهرية فيها، انها مرتبطة بشكل كبير بلغة البرمجة نفسها. يعني لو عندك سيرفيس مثلا مكتوبة بجافا وهي اللي عملت السيرياليز او الانكود للداتا، وقررت تبعت نفس الداتا دي السيرياليز داتا دي لسيرفيس تانية مكتوبة بلغة برمجة تانية، السيرفيس دي عشان تقرا الداتا هتحتاج تعمل لها دي سيرياليز، ودي عملية صعبة وغير عملية، واوقات
مستحيلة، أو لو بتتعامل مع organization تانية وعايز تكوميونيكيت مع السيرفيسز بتاعهم وهي بلغة تانية مثلا، فأنت هتكون رابط نفسك بلغة البرمجة دي، ودي مش حاجة كويسة أو عملية. بجانب الوقت اللي أنت هتحتاجه عشان تعمل إنكود وديكود بيأثر على البرفورمانس. عشان الأسباب دي كان أحسن طريقة إننا نلاقي طريقة كومن إننا نعمل الإنكودينج للداتا بيها ونقدر نقراها بأي لغة تانية، وتكون فيها عملية الإنكودينج والديكودينج ما تكونش مكلفة وبتأثر بشكل كبير على البرفورمانس. فمن هنا ظهرت الـ XML والـ JSON فورماتس. ميزة الفورماتس دي إنها human readable وهتحل مشاكل الكوميونيكيشن ما بين الـ different organizations اللي اتكلمنا عنها. ورغم إنها بتستخدم بشكل كبير خصوصا الـ JSON، بس هي مش أفضل طريقة من ناحية البرفورمانس لأن حجمها أكبر وبتضيف معلومات كتير زيادة عشان الـ structure بتاعها. ولو ان المشكلة دي اقل في حالة الجيسون عن الـ XML، بس برضو لو مثلا استخدمنا الباينري انكودينج فورمات هتكون الداتا حجمها اقل بكتير، ودي بتكون طريقة افضل غالبا لو هتستخدمها انترنالي جوه نفس الاورجانيزيشن بتاعتك، يعني هتكون بتستخدمها عشان تتعامل بين السيرفيسز بتاعتك وبعضها، وغالبا هتحتاج للكوميونيكيشن ما بين الاورجانيزيشن وبعضها هتستخدم الجيسون فورمات. بس زي ما احنا قلنا ان الكتاب بيتارجت الداتا انتنسيف ابليكيشنز، الابليكيشنز اللي سكيل بتاعها كبير، فهتلاقي ان مع مرور الوقت وزياده حجم الداتا لتيرا بايتس مثلا هتبدا تظهر ان اختيار الفورمات المناسب اللي هنعمل سيريلايز او انكود للداتا هيفرق جدا في البرفورمانس بتاع الابليكيشن. ومن هنا بدا ظهور انواع مختلفه للانكودنج، وكل الشركات الكبيره اللي عندها حجم داتا مهول بدات تشتغل على افضل فورمات مناسب ليها. ومن هنا ظهرت كل الانواع الجديده اللي انا بتكلم عنها دي زي بروتوكول بافر وثريفت وافرو. اول فورمات هنتكلم عنه وهو تقريبا البيس فورمات بتاع بروتوكول بافر وثريفت وافرو، وهو المسج باك. فاحنا هنتكلم عن المسج باك الاول، ومنها هنبدأ ننتقل للأنواع التانية ونشوف إيه التحسينات والإضافات اللي يضافوها عليه. طبعا لو أنت شفت الشكل ده هتبدأ تخاف وإيه اللي موجود ده، ما تقلقش احنا هنتكلم عنه بالتفصيل. المسج باك هو من أنواع الباينري فورماتس زي الباينري جيسون، فهي فورمات لتخزين الجيسون داتا في صورة باينري بحيث تكون أصغر حجم وتحقق المواصفات اللي اتكلمنا عنها. فالجيسون داتا اللي قدامنا اللي هي في الصورة اللي فوق دي هي دي الداتا الأصلية، واللي تحت هنا دي هي الانكود الداتا اللي اتعمل لها انكود على طريقة المسج باك. فخلونا نبص على الرسمة اللي تحت دي بالتفصيل عشان نفهم ايه اللي بيحصل. دي صورة تفصيلية للرسمة. زي ما احنا شايفين اول بايت عندنا هنا اللي هي فيها 83 هتكون بالشكل ده لو عملناها بالباينري. فطبعا عشان اوضح الباينري فهرسم الارقام دي زي ما احنا عارفين اللي هو 1 2 4 8 الباينري. طبعا انتوا عارفين الباينري التعداد بتاعه بيكون ازاي، دي للتوضيح بس مش اكتر. فلو شفنا هنلاقي ان الاربعه بيتس اللي على الشمال هتلاقي مجموعهم 80، لو جمعت الارقام اللي فوق دي يعني هتلاقي مجموعهم 80، و80 دي بتمثل ان هي اوبجكت، يعني ال80 دي بتقول ان الداتا اللي ورايا دي كلها هي من النوع اوبجكت، والاربعه بيت التانيين مجموعهم 3، والثلاثة دي بتقول ان هم عددهم 3 اوبجكت و3 انتريز اللي هو شكل الداتا الاصليه اللي هي كانت بالشكل ده، هو عباره عن جيسون اوبجكت مكون من 3 فيلدز اللي هم اليوزر نيم والفيفوريت نمبر والانترست. فهو بطريقه ما يعني هو الهدف ان هو عاوز يسجل الداتا دي بطريقه مختصره شويه، فبدل ما يحطها بطريقه تفصيليه زي الجيسون او الاكس ام ال في الكيس هنا اللي هي جيسون، فهو بيحاول يختصر فبيحط كانه بيحط شورت كاتس كده للمعلومات اللي عنده. فقال ان رقم 8 ده هيمثل انه اوبجكت، ورقم 3 ده هيمثل انه عدد الانتريز. حد ممكن يقول لي طب الاربعه بيت اللي هم على اليمين دول هم اخرهم بيعدوا لحد 15، طب انا لو عندي عدد فيلز الجيسون بتاعي او الاوبجكت بتاعي في عدد اكبر من كده فايه الحل؟ طبعا هو ده مثال تبسيطي، فانت لو العدد هيبقى اكبر من كده فاكيد طبعا الانكودنج هياخد بايتس اكتر من كده، يعني كل ما الاعداد بتاعتك بتاعت الاوبجكت هتزيد فهو هيضاعف الرقم ده، فهيبقى 2 بايتس و4 بايتس وهكذا، فالرقم هيقعد يزيد مع الوقت كل ما الجيسون بتاعك حجمه كبر. البايت اللي بعد كده هي الـ A8. الـ A هيبقى معناها ان التايب بتاع الكي اللي جاي ده سترينج،
والتمانية هتبقى اللينث بتاعه او الطول بتاع السترينج ده. وزي ما احنا شايفين ان اليوزر نيم بتاعنا هتلاقي ان عدد الحروف بتاعت كلمة يوزر نيم نفسها 8، يعني دي بتمثل الكي نفسه، ملهاش علاقة بالداتا بتاعتها. لا، هو بيقول ان انا السترينج اللي جاي ورايا او الداتا اللي جاية ورايا هي سترينج والطول بتاعها 8. البايتس اللي بعد كده بقى هو حط كلمة يوزر نيم نفسها دايركت بقى، وهكذا بقى. يعني هتلاقي مثلا الاي 6، فالاي احنا قلنا ان هي سترينج، فهو معناها بيقول ان ده سترينج وطوله 6 اللي هو مارتن، الفاليو بتاعت اليوزر نيم. وبرده هنا هتلاقي ان الاي هو برضو سترينج، والاي ده اللي هو بيمثل 14 يعني، فبيقول ان اللي جاي ورايا اللينث بتاعه هيبقى 14، وهكذا. لو بصينا بقى على نوع مختلف اللي هو ال 92، فهنلاقي هو بيقول ان التسعه دي، او هي هتبقى 90 بس اختصارا احنا هنقول ان هي التسعه، ان هي نوعها اري، والاثنين هنا بتمثل عدد الانتريز بتوع الاري. يعني هي اري فيها تو اليمنتس زي ما احنا شايفين فوق في الانترست، هي فيها داي دريمينج وهاكينج، فهو بيعرفه ان انا عندي اري فيها تو اليمنتس. اللي انا عايز اقوله يعني ان الهدف من الانكودنج هو اختصار الداتا اللي عندي اللي حجمها كبير اللي هي في صورة الجيسون، انا عايز اخزنها بصورة اصغر بحيث اقدر سواء احطها في فايل فيبقى حجمها صغير، او ابعتها عن طريق النتورك فيبقى حجمها صغير، فده يسرع العملية ويخلي البرفورمانس اسرع. فما تشغلش بالك قوي بالرقم والمقابل ليه، يعني انت مش محتاج تحفظ ان الرقم كذا 8 ده بيمثل اوبجكت ورقم كذا بيمثل كذا، لانه كده كده ده بيتغير من فورمات للتاني. يعني هتلاقي الارقام دي مختلفه بعد كده اما تيجي تتعامل مع ثريفت او افرو او واتيفر. المهم ان هم بيعتمدوا على نفس التكنيك، وكل فورمات منهم بيحط بقى التمثيل الامثل ليها للارقام دي. ففي الكيس دي بعد ما عملنا المسج باك تكنيك، فكان حجم الداتا الاصليه بتاعتنا وهي جيسون كان 81 بايتس، بالطريقه دي بقى 66 بايتس، فاحنا قللنا الداتا بنسبه بسيطه في المقابل ان احنا تخلينا على الداتا readability او القرايه، ان الداتا تبقى واضحه لليوزر زي في حاله الجيسون. طبعا انا قادر اقراها بسهوله، انما في الحاله التانية دي انا مش قادر اقراها بسهوله. فالفورماتس الجايه هنقدر نقلل حجم الداتا بصوره اكبر، هتصل ل 34 و32 بايتس عن طريق اباتشي ثريفت وبروتوكول بافر وافرو، وهم عبارة عن Binary Serialization Libraries أو Framework. يعني هم Frameworks اتعملت عشان تعمل عملية Serialization أو الإنكودينج اللي احنا عمالين نتكلم عنها دي. وزي ما أنا قلت قبل كده إن هي مبنية فوق أو بنفس فكرة Message Back. Apache Thrift developed by Facebook، فيسبوك هم اللي شغالين عليه، وبروتوكول بافر developed by Google قبل ما يبقوا الاتنين Open Source، وأفرو developed by Hadoop. التلات انواع دول هم من انواع هادوب فايل سيستم، لان هادوب من ضمن مميزاته ان بيسمح لك انك تبني السيرياليزيشن فريم ورك الخاص بيك بما يناسب الداتا بتاعتك وازاي انت عايز تخزنها وتنقلها. فهتلاقي سيرياليزيشن فريم وركس كتير موجوده، وزي ما قلت ان كل شركه بتديفلوب الفريم ورك اللي يناسب طريقتها. يعني مثلا هم هادوب نفسهم طوروا افرو عشان يكفر بعض الكيسز اللي هي مناسبه اكتر مع هادوب كديفولت كيس، وبتحل بعض المشاكل اللي موجوده في ثريفت وبروتوكول بافر. اباتشي ثريفت وبروتوكول بافر الاثنين بيحتاجوا سكيما عشان يقدروا يعملوا انكودنج بالشكل ده. عن طريق السكيما دي بيسمحوا لأكتر من لغة إنها تقدر تعمل إنكود وديكود للداتا، فبكده قدروا إنهم يحلوا مشكلة إن الإنكودينج أو السيرياليزيشن بروسيس تكون مربوطة بلغة معينة. طب إزاي بيعملوا كده؟ ثريفت وبروتوكول بافر جواهم كود جينيريشن تول. التول دي بتاخد السكيما اللي قدامنا دي وبتحولها لكلاسز أو كود لكل اللغات اللي التول بتدعمها. يعني هي هتعتمد على السكيما دي بانها تجنريت كود بكل لغة، لو هي بتدعم بقى 10 لغات او اكتر بتجنريت كود مقابل لكل اللغات دي. فانت كل اللي بتعمله عن طريق الاب انك بتعمل كول للكود ده عشان تقدر تعمل انكود وديكود للداتا بتاعتك. طبعا هما بيبقى ليهم اي بي اي بيهندل ده انترنالي، فانت ما بتحسش بالكلام ده. في الجزء الجاي هنشوف ازاي اباتشي ثريفت وبروتوكول بافر قدروا يعملوا انكود للداتا اللي طلعت من مسج باك ويخلوها في حجم اقل. اباتشي ثريفت فيه ثلاث انواع من الطرق او البروتوكولز اللي بيعمل بيها سيرياليزيشن. اول نوع وهو الباينري بروتوكول، وتاني نوع هو الكومباكت بروتوكول، وتالت نوع هو الجيسون بروتوكول. الجيسون بروتوكول هي طريقه عاديه زي الجيسون لو انت مهتم بالهيومن ريدابيليتي مش بالاداء. اللي هنتكلم عنهم الفصل ده هم الباينري
بيمري بروتوكول والكومباكت بروتوكول. بروتوكول بفر بيستخدم بروتوكول شبه الكومباكت بروتوكول كده بالظبط. فإحنا هنشرح الباينري بروتوكول وهنتكلم عن التحسين اللي حصل عليه في الكومباكت بروتوكول. وزي ما قلت إن الكومباكت هو تقريبا نفس الفكرة بالظبط اللي في باتشي ثريفت هي اللي في بروتوكول بفر. شكل الباينري بروتوكول هيكون بالشكل ده، وده النوع الأول اللي اتكلمنا عنه في أباتشي ثريفت. طبعا ده شكل الانكود الداتا بأباتشي ثريفت الباينري بروتوكول، وده شكل الداتا الأصلية اللي احنا عارفينه اللي بدأنا بيه الفيديو. فإحنا لو خدنا بالنا وقارنت بالشكل اللي فات في مسج باك هنلاقي ان حجم الداتا اقل برضو بنسبة اقل، بس حاجة بسيطة يعني. هنلاقي ان حجم الداتا اقل من 66 بايتس ل 59 بايتس، الفرق مش كبير بس ستيل اقل. وطبعا زي ما انا قلت ان الباينري بروتوكول ده هيتحسن بعد كده في الكومباكت بروتوكول. هنا زي ما احنا شايفين هنلاقي ان الفيلز نيم استغنينا عنها بالفيلز تاج، وهي ارقام زي ما احنا شايفين 1 2 3 وهكذا، والربط بين التاج والنيم بيبقى موجود في السكيما. انا عايز اركز على الاجزاء اللي هي في الباينري بروتوكول واللي اتحسنت او هتتحسن بعد كده في الكومباكت بروتوكول، فركزوا معايا في الجزئيه دي. التايب هنا زي ما احنا شايفين هو عباره عن 4 بايتس، والجزء بتاع الرقم اللي هو 1337 ده عباره عن 8 بايتس، والجزء بتاع الايتيمز نمبر اللي احنا شايفينه هنا ده عبارة عن 4 بايتس برضو، والشكل النهائي هيكون بالشكل ده. فلو بصينا هنلاقي ان عدد البايتس اقل، بقت 34 بايتس. فالتحسين اللي حصل في الكومباكتد بروتوكول على الباينري بروتوكول في الفيل تاج او التايب، بدل ما هم واخدين 4 بايتس هيبقوا 1 بايت بالشكل ده، كمان اللينث هيبقى بالشكل ده زي ما قلنا قبل كده، والرقم بتاع 1337 هيبقى بالشكل ده، بدل ما كان بيستخدم 8 بايتس هيتخزن في 2 بايتس بس، والجزء بتاع الليست اللي كان فيها 2 ايتمز بدل 4 بايتس هيبقى 1 بايت. وبكده يبقى الكومباكتد بروتوكول حسن طريقة التخزين بتاع الباينري بروتوكول وقلل حجم الداتا لحد ما وصلت 34 بايتس. وزي ما قلت نفس الطريقة للكومباكت بروتوكول بيستخدمها هي بالظبط اللي بيستخدمها البروتوكول بافرز، عشان كده مش هتكلم عنها بالتفصيل، وهو في الكتاب ما اتكلمش برضو بالتفصيل، بس زي ما انا قلت المهم نبقى فاهمين الفكرة شغالة ازاي. طيب مع شكل الاسكيما الحالي واستخدام الفيل تاج بدل الفيل نيم، ايه اللي هيحصل مع تغير الاسكيما؟ وازاي اباتشي ثريفت وبروتوكول بافر هيتعاملوا مع تغير الاسكيما ده ومع الاسكيما ايفولوشن؟ ويعني ايه سكيما ايفولوشن؟ وده اللي هنتكلم عنه الفيديو الجاي، وهنتكلم عن مقارنة ما بين أفرو وعن إزاي ده بيستخدم فعليا بعيدا عن الكلام النظري الكتير اللي اتكلمناه في الفيديو ده. هنتكلم عن إزاي ده بيستخدم مع الداتابيزز والكوميونيكيشن ما بين السيرفزز، سواء عن طريق ريست أو RPC اللي هو ريموت بروسيدير كول، والأسينكرونس مسج باسنج اللي بيحصل في الباك جراوند لما بنستخدم حاجة زي رابيد ام كيو أو كافكا. كلام عن تطبيق فكرة الانكودينج أو السيرياليزيشن بتاعة الداتا. فهيكون فيديو مليان معلومات إن شاء الله. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.